هاي شنو هاي؟ خل ناخذه بسرعة قبل لا يجي المسؤول ويشوفني. مبين شي غريب هذا. هذا شي غريب وراح يغير حياتي. يا زبالي خل نروح. لك توحي هو هذا يعتمد عليك. قوم لك قوم صار الصبح قوم امشينا قوم. هذا العامل موجود وهذا العامل موجود بس هذا العامل بعد خلي اشوف. هذا العامل وين؟ هذا العامل وين؟ معقوله هذا العامل عارف الشغل وشرد عارف المكناسه والعربانه والكرك؟ وين صار هذا؟ امشي يلا امشي هم يلا نبيعه. شنو هذا؟ شنو هذا؟ وينه؟ يلق مال امانه. سالار هذا اليلق هنا اكيد هذا العامل مال زباله ماخذ الحصان الذهب وشرد. يعني كل هذا التعب والركض واحنا شردنا من ابو البيت وهسه اكيد يدور علينا والحصان يروح من يمنه؟ ما يروح من يمنه الحصان، لازم يدور على هذا العامل ونلقاه. امشي سالار هذا المسؤول يمكن مال هذا العامل، احنا خل نروح نسيله. يلا امشي. السلام عليكم خالي. عليكم السلام، قولوا امر خدمه. رحم الله والديك قلبي، لا جايين على ولد صديقنا يشتغل وياكم بالامانه، تعرفه؟ حبيبي يا منهم عندنا هواي عمال، تعرف اسمه؟ ها؟ لا مو هو اسمه يروح من بالي، بس هو هنا مكان هنا يشتغل. خويا شنو السالفه؟ صديقك ما تعرف اسمه؟ لا مو اسمه يعني يروح من بالي، لا مشكور. عايش بيهم رضب. شو ما ارتاحيتهم؟ سالار بس احنا شو نسوي؟ شوف لنا حل يا معود. يا حل حتى ارتبكت قدام هذا المسؤول قال لي على اسمه وين اعرف اسمه؟ ماكو غير حل، نجي باكر الصبح ونشوف العمال كلهم نتابعهم واحد واحد لحد ما نلقاه، غير هذا الحل ماكو. وانا متاكد هسه ابو البيت اللي اشتغلنا عده واخذنا الحصان من بيته وشردنا هسه يدور علينا وخابص الدنيا علينا. امشي خلنا نخفي نفسنا وما نرجع للمصدر لمده اسبوع. امشي. يا الله خلنا اروح للمصدر وصار الفجر بلكي القاهم ولو انا عدي نسيان بس خلي عيد ذاكرتي. يلا توحي عدلها. سالار توحي؟ ايه يا رب ارزقني والله تعبت من هاي العيشه. هم بس هذا موجود ما حد وياه خلي اشوفه وسيله. الله يساعدك عمي. هلا بيك عمي. بس اللي لقيتهم متسال عليهم؟ عمي ما لقيتهم بس عرفت اساميهم، اذا اقول لك باساميهم تنطيني خبر عنهم؟ قالوا تدلل وطيك الخبر عنهم بس تعطيني الامان؟ شنو اللي تريده؟ بخدمتك بس دلينا عنهم، المالات يوصلنك. من هم وش اسمهم؟ سالار وتوحي، هاي اساميهم، تعرفهم؟ سالار وتوحي وصلت وراح ادليك ببيته واطلع من الموضوع. سالار هسه الحصان راح وصلنا يومين لا ماكلين لا شاربين، وين نروح؟ كله بسببك، عود اعتمدت عليك، هاي الفرصة جا غيرت حياتنا، الحصان راح بسبب نومتك، عود اعتمدت عليك اني ونسد كل الحلول بوجهنا، بقى حل واحد تروح تبدل وتجينا هنا متضرك بهذا الركن، فهمتني؟ نروح ندور على هذا العامل، هذا العامل ملعوفه، هذا الشيء اذا لقيناه راح يغير حياتنا، شوي خلي عندك همه وياي. هذا هو سالار صايرين، الساعة بالستة ونص الصبح تلقانا بالركن، يمالا. بس كونوا الله نلقى هذا العامل، هيك ونلقاه يا رب. ها هي متفقين وتعطيني المالات؟ كلمت واحدة ما تصير اثنين، من قلت لك تريد يجرالك يجرالك، دليني بيهم وانا بخدمتك. خالي راح ادليك وتطلعني من الحمرة. خالي طلعك من الحمرة بس دليني. صغيري خابر سالار. اي خابر. الو الو توحى وين انت؟ ها سالار هو انا منتظرك تتصل بيه يا معود. يلا اخوي قبل لا ياخذنا الوقت. منتظرك بالركن. وين انت بالركن؟ يلا جايك. يلا بساعة. خالد اوقف هنا راح اشيك الوضع، خاف احد يشوفني من يوم. تمام؟ ماشي. ما دام ماك احد خلنا نصيح الخال واجي. ثواني. هيك بصدق ويدلين بيتهم والقى الحصان
ما اعرف بعد. خالي ادليك ببيته بس قبل كل شيء اعطيني الحساب. ما كنك على الحساب. هسال وين صار توح؟ صديق كذب. ها سلام وين صرت؟ يعني تدري احنا عندنا شغل؟ بابا علي ماكو غير حل، هذول العمال واحد واحد نسالهم لحد ما نلقى الحصان الذهبي. يلا امشي. يلا سلام. انت شنو سالفتك؟ يوميا سالك على واحد هنا راح يكون بينا. يا معود شيش يكون بينا؟ احنا شنو نسوي؟ جاي نسالنا على الشخص ونريده. امشي بيك. خالي هذا البيت. سلام ولك. هذا الولد. هذا اوقف ولد. اوقف اخوي. سلاماتك. شي اي اخويا اكو شي، بس قل لي هذا المكان انت تنظف بيه يوميا؟ اخوي انا اول يوم اجي هنا وصديق صار له يومين ماكو مختفي. شنو مختفي؟ اكيد هو. تعرف اسمه؟ تندل بيتهم حاتيمي. وش تريد انا بخدمتك؟ هو شو مسوي؟ وش بيه؟ هو صديق اسمه ميرو. اخوي كل شي ما اريدني انك تطمن، بس اريدك تدلينا ببيته. راح ادليكم ببيته بس تجيبوني بالطاري. بيته بال فدول قلبك. ابد ما نجيب طاريك، اطمئن قلبي. مشكور. اي ما دام الدنيا صبح خل اروح اعرف سعره وبيعه قبل لا واحد يشوفني. سلام خمس الهال صغير بكت يعرفه. يا ولد اكو ولد اسمه ميرو تندل بيتهم. هذاك طلع من الباب. اي ذاك لك ميرو. شنو ذول؟